Bonjour. بونجور Bonjour. صباح الولاد. حالك يا مستر؟ الحمد لله، كيفكم انتم؟ طيبين ان شاء الله. الحمد لله. كيف الإجازة؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. عجبكم الحال اونلاين وحركات؟ الحمد لله. خاصة صوفيا. ايش؟ اكيد. لا تبغى تنام؟ خلاص نام في عقلك الحين. فين البقية؟ هيثم عنده مشكلة في الزوم، أي ما يدخل في الزوم يقول لازم الباسورد، أعطوه الباسورد يقول مدري إيش، مدري إيش طلبه، وهيثم ناس مدري إيش شو، أها. فقال هيثم إنه ما بيقدر يجي، وخالد مدري عنه، خالد كان يجي بس مدري إيش ممكن يتأخر شيء. طيب نشوف. لا خالد أول شيء خلاص. على خالد. تمام يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك حبيبي؟ والله بخير، اخبارك انت مس؟ الحمد لله والشكر لله. الله يحبك. طيب شباب، الحين اليوم بنعمل شوية ريفريش طبعا اللي أخذناه قبل، ونحاولوا معناها انت نزيد نتعمق شوية في الفيوتشر. أوكي اوكي. ممكن. لحظة قبل هذا الكلام، ناخذكم صورة ذكر. ياسمين خالد صح هناك من النوم عاد. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est par rapport au futur simple, bien sûr. Donc, le futur simple, ça, on va faire ensemble. Bien sûr, ce sont des exercices gratuits et on va compléter ensemble pour avec le futur. Remember how to make or how to use the future, guys? Yes. OK. Let's do it. Donc, complète la phrase avec le futur simple. Avec bien sûr les verbes qui sont entre parenthèses. Donc, maintenant j'ai demain, le verbe finir, de dire cette bande dessinée. Donc, le verbe finir au futur, qu'est-ce qu'on dit? Finirai. Finira. Finira. No do better. Finirai. Finirai. Je prends. يا سخان خالد يا سمس، هلا فينيغ فينيغا ايه استدير وشو؟ وشو في ما استدير وشو وشو مس؟ فينيغ أورفينيغي فينيغا لا كاسكو جو تحب فينيغا فينيغا. جي فيني طيب دونك غي سي فيني بيان غي فيني فينيغا. غي فيني غي نعم فيني غي اوكي، هاو كان اي رايت ات؟ قول لي اي اي اف اي ان اي اي. اوكي اغ اخ أ او لا ال اي 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 اه اسمع اه اي ها ايه اي 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 ولا بالله موافقين كيف يا يمس؟ شباب؟ ها شباب موافقين؟ ايوه طيب دونك سفيان
Là, je dis, demain, je finirai de lire cette bande dessinée. I will finish to read this, for example, this cartoon series. Or cartoon story. Donc, on dit, je finirai. Alors, la semaine prochaine, visitez île. Visitera. Vi, zi, bada. O-R O, voilà E. E, voilà O. الإيلي أ O, ok, E. أر R. الأر اه بعدين حطينا أي الار ها أه؟ أي أي كده أيوه برافو يا سفيان. دونك لا سيمين بروشين il visitera la nouveau le nouveau musée. So معناها next week he will see or he will visit the new museum. Tu إبراهيم تو تكتب برون برو برون برو نفس ما هي بس تشيل الأ وتبدلها مع آ إس كده ريو وزيد آ إس سير voilà donc tu prendras un thé bravo alors nous le verbe rester calme. قد خالد ولا راح الحمام في العادة فكرة شكرا على الحمام سهلة لا يلا سفيان نو شو يسمونه ريستورانس وونس ريستورون وون ال ار او ان اس اي تقرا ريستورون هذه ايوه احنا الاس ننطقها يا سفيان في تكون في اخر الكلمة ريستورانس ريستورون ريستورون without S ريستوران مش ريستورون. alors جولييت وكامي سوفيان انا le verbe préparer préparer to prepare حقة الايد إلي اوكي ار واحدة اتوقع اوكي اي 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 اوكي بس بس موافقين يا شباب لا ابراهيم مش موافق بس كده ني با داكور ها افيك توا Pourquoi, Brahim? Qu'est-ce qu'il y a comme erreur? تحط الكلمة زي ما هي وتزيد عليها حتى انا او لسه ان مش اس موافق. حتى انت مش موافق خالد؟ لا فين كنت يا خالد؟ الواحد يروح يعني ياخذ فاين العموم هذا كنت معلش حمام حتى انت في اي البيت رايح رايح جاي حمام في الفصل ده. طيب خالد ليش مش موافق يا خالد؟ وعلى الحمام مرة أخرى راح حمام لا معلش يا مستر وش كنت تقول؟ ما كان عندي زعج اسف طيب شكرا شكرا. طيب ليش ماكش موافق يا خالد؟ وش صار؟ ما صار شيء من بدري واحنا ندرس ابغي بقى اوه يا مستر هنا في غلط بس في ايش هو الغلط؟ لا لا موافق 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 طيب ابراهيم موافق انت؟ لا حتى انا مش موافق حطيته مش موافق سفيان موافق على اللي سويته ما حطيته ما اعرف نعم ما اعرف طيب ترى سفيان حاول تصلح من حالك حبيبي شوف ايش عندنا هنا جولييت جولييت اي كامي جولييت what does it mean جولييت سفيان كيف سافي دير
جولييت. نعم. ها كذا جوهرة، كيف؟ جوهرة لا جوليت اسم ايش؟ جوليت. اسم، طيب اسم اسم ايش؟ بنت. بنت. كميل. كميل اسم برضو، اسم. هو كميل اسم. اي اسم كميل. دونك هنا جولييت اي كامي اي ذات مين اند. ايوه الحين شو يسمونه، جمع ال ال اه دونك جولييت اي كامي. دونك كيس كون دي؟ طيب هنا جولييت اي كامي، شو يسمونه، جولييت اي كامي. غونت، نعم حقت غونت، غونت غونس مرة أخرى. غونت غونت مو غونس. مرة هذه غونت مش غونس. كيفاش نكتبها غونت يا سفير؟ نفسه ار او ان تي. دونك خي با، دونك نشيل الا نخليها ولا نشيلها؟ ايوه نشيلها. نشيلها ايوه شلناه بعدين. او ان تي. Préparons le repas. Ibrahim, موافق؟ برضو لا في غلط. خالد موافق؟ خالد موافق؟ طبعا خالد موافق، طبعا نعم. اكيد. بريبار كيف خالد؟ والله شوف يا مستر، اقول يعني هو يبغى له تعديل شوي، اها تعديل فيها تعديل بس شوي، فين تعديل لو عدل حبيبي؟ عليها شوي بيكون افضل. في السيارة طيب تحت ايش معي لازم في يعدل؟ التعديل، في سيارة هي لا يعني يعدل كلمة الكلمة، تعطيني عدل لي يعدلها يحط حرف زيادة. عدل. ما انا ما اعرف، انا صراحة ما اعرف. هو هاي يمكن إبراهيم، قبل الاو تحط اغ قبل الأو عشان تكمل الكلمة اول، بعدين تكمل الاو انس تنحط هنا. غير اي نفس الكلمة. طيب قل لي حط، اعطيني انا ستوري هو يعني. قصدي اني انا بعدت ال اعطيني سبيلينج ابراهيم. يعني تزيد او ار. اخ يعني اي بريبا غي كده، اي ايوه بعدين نكمل الاو بعدين ان. تكتبها زي ما هي زي هذا. اي موافق سفيان؟ ايوه عجبك التعديل خالد؟ ايه الحمد لله كذا صارت كده احسن. احسن ها؟ ايه يعني هيك نحط، خليها في الاسود ولا نبدلها في الاحمر تكون احسن؟ لا لا كذا افضل، كذا افضل. احسن. طيب اوكي دونك وي سي بريبارورون، فوالا دونك لو مو سي بريبارورون لو روبا. جولييت اي كامي بريبارورون لو روبا. Alors, Drac, qu'est-ce qu'on va... On va passer maintenant ici, bien évidemment. On va faire les verbes réguliers. Donc, est-ce que vous, le verbe aller à la piscine en été? Il y en a même un de l'Ijaba. انا Tfadl. نكتب عليه ونزيد عليها زد. Aller, ونزيد عليها EZ. اي زي ايوه كده لا لا الباقي الاطر. ها، الاطر يعني نزيد احذف عليه الايه. زي هذه، نزيد عليها ازاد. ايه عرفت صح كده؟ مستر صح. صح يا مستر صح. اي وانت موافق سفيان؟ موافق. انت يا مستر موافق؟ نعم. موافق انت يا مستر؟ لا طبعا، ليه؟ ها لانه ليه؟ خطأ. شوف اللي غيت على غازك باه لو فيرب كورير الويكاند بروشان il من يجاوب؟ اللي تحب انت.
كوري. انت مكانك. لا جاوب انت. تكتب زي ما هي كوري وتزيد عليها او ان تي. يعني كذا كوغيغ. يا مستر اتمنى اني انا الجواب اللي بعد هذه ممكن. طيب كوغيغ تكفى زي يا كذا مستر. ابراهيم. ايوه like this. او ان تي وي، وتكتب تزيد عليها كوري، تكتب تزيد عليها او ان تي. Like this. وي Okay. Yes, خالد اللي بعدها. اكفى مصر بجاوبه. حبيبي تفضل. بوفوغ تكتب نفس الكلمة نفس الكلمة pouvoir. اي، وزيد عليها او ان اس. Pouvoir مزيد عليها. او ان اس لا كيف نمس Like this. اي. افا ها اللي بعدها صفيان. غلط يعني يا مسا ولوش ليك انت غلط انت. حط احمر يعني وش صحي ولا غلط؟ حبي يحط لك احمر. احمر يعني هو اللون الصحيح. اه معليش احمر صحيح. احسب اخضر معليش. يا صفيان اللي بعد زي ما هي و ايه امبلوي غلط. زي ما هي ونزيدها ايش؟ اي اه غلط. وزيد عليه ايش؟ اي اي ايوه. لاجريس. طيب الواي سفيان ايش وضعه؟ ها والله ما اعرف ايش اسوي بالواي. يعني صح يا مستر شفت؟ احنا قلنا سفيان الواي نخليه اي. ابراهيم اللي بعد. اللي بعدها الشهر برضه تكتبها زي ما هي زي ما هي. وتزيد عليها. ها لحظة بس. هاي وزيد عليها اي نزيدها ايش؟ اي. اي اتفضل. شوف حط الاحمر يا مستر وش يعني؟ ايش معناها كلها الاحمر؟ غلط. وش معنى غلط معنى يعني؟ الاحمر؟ يعني صح ولا غلط يعني صح ولا غلط؟ يا مستر؟ نعم صح ولا غلط؟ غلط طبعا يعني اجابتي غلط اكيد ليه؟ لأنها غلط. طيب الريجولار فيرب سو احنا هنا فين تو في ال فيربس فلو ذا ريجولار كونجيجيشن. تعال خلينا نشوف الريجولار فيرب اللي عندنا هنا. هو كلها في الثيرد جروب. نعم اطلع نقول من كلها اصلها في في الثيرد جروب. لحظة بس. دونك عندنا الفيرب اي. نبداو بالفيرب الاولاني. نحن ايش عندنا هنا الفيرب الاولاني؟ شو نبداو بالفيرب الاول. نحن الفيرب الاول اللي عندنا يا شباب العلا اللي هو الفيرب الاولاني اللي عندنا يا شباب شو اسمه؟ وين هو؟ وين اللي بتاعك؟ الطحن فيرب الي صح ولا؟ ايه والفيرب الي فيرب سكند جروب. ايوه ايوه صح. سكند جروب ولا ثيرد جروب؟ اتوقع ثيرد جروب. خالد يس يا مستر فيرست سكند اور ثيرد. انا وين هذه؟ هذه لا هذه الثيرد اكيد. ايه ثيرد شوف بس شوف سفيان. الليغ. اي اي الليغ. سفيان ما اعرف اتوقع سكند. مرة شوف ايش معناها اليه اصلا. في عندنا اليه في الفرنش اليه ذا ثينج الا تو جو واليه سيرت هو ما تفينش ويز اير لكن ما يستعتبرش فيرست جروب انما يعتبر ثيرد جروب. اوكي سو فور ذيس فيرب هاو كان بي كونجوجيتد؟ ات ويل بي كونجوجيتد لايك ذيس. دونك انا الفيرب اليه بيان بيور سامبل نقولوا جيري
Tu iras, il ira, nous irons, vous irez et ils iront. Donc, on ne dit pas allérons, voilà, alléré. Sors. Sors. يعني أول واحد غلط نحط Donc, est-ce que vous... شو اسمه هذا؟ نعيدلكم. Voilà pour le verbe aller. C'est j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez et ils iront. On dit نحط j'irai, IR-OZ j'irai. Donc, IR-OZ IREZ, وزد. IREZ. Donc, IREZ. موافق خالد؟ لا غلط. غلط. لا لا دقيقة بس اعطينا اصبر اعطينا خالد اعطينا بالله اتحفنا. اضغط انتر يا مستر خليني اشوف ها؟ اضغط انتر نضغط انتر. ايه طيب. ها؟ ما حط احمر يعني صح ما حط احمر يعني صح؟ صح يعني خلاص صح صح ها؟ اي صح دونك يا خالد كنت معنا ولا ايش قلنا نحن؟ ها هو الفيرب قال لي سي pour le verbe aller في futur simple شوفوا فيها قدامكم ولا لا شباب ايه بس لحظة لا مو شوفوا فيها هذا اللي حاسس بيكم تشوفوه شوف فيه verbe aller ايه التصريف بتاعه verbe aller هو j'irai tu iras جيري il ira nous irons vous irez et ils iront OK اوكي اوكي Let's see maintenant le verbe courir. دقيقة مستر كويري Alors, courir, et non pas conquérir. Voilà, c'est ce que je peux voir. مش Courir. انا كيغي هذا بس نعم. ما في شيء معليش خلاص خلاص Alors, pour le verbe courir, طبعا. عندنا اللي هي الثانية هذه. كلاود Donc, on a le verbe la semaine prochaine. Ah oui, hey. Voilà. Le week-end prochain, the next week. The next week. Donc, ici, they run a marathon. So, verbe courir, that means to run. OK? Donc, le week-end prochain, on a le verbe courir. Courir. عنده حتى هو verb irregular. وشفناه مع بعضنا في الفصل. How can I? How can I conjugate the verb courir? How can I conjugate it? دبل ار نعم؟ دبل ار دبل ال R. Yes, إبراهيم؟ يعني نكتب سي او يو ار ار او ان اس او ان تي Like this يعني؟ وشيل ال اصبر ليش نشيل؟ لا لا غلط غلط ها؟ طيب يلا شوفها بعض لا. اضغط انتر لمسه خلينا نشوف نعم اضغط انتر نضغط انتر لا هذه ما حد شوف ها؟ لا لا خلينا نشوف غلط 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 يعني غلط غلط ها؟ اي طيب هنشوفها معاه لحظة بس le verbe courir au futur simple donc je dis je courrai tu courras il courra nous voilà nous courons vous courrez et ils courront Courant. OK donc je courrai عرفت عرفت يا مستر خلاص عرفت رجعني يا مستر أقول je صدق هذا courirai. Tu courras. Il courra. Nous courrons. Vous courrez. Il courra. عرفت يا خالد؟ ما عليك عندي يلا خالد عندك أنت الأسلحة. ما عليك يس خالد. غ غ ايه
نحط صح، ار اعطيني زائد خالد مكان ولا ار، كيف؟ نحط ار مع الار اي زائد اعطينا ار ار. مع الار بعدين. لا لا مو هنا يا مستر، مو هنا، او فين؟ بعد الاي، بعد بعد كوغي ايش؟ او ان تي. ايه طيب الحين ايش نسوي؟ ها انا مسحناها كلها، تفضل. هذا فيرب كوغير، ها ايش نسوي فيه؟ ار زيادة ار زياده. اي طيب فرض غيغو. لا ما ينفع، مش ما ينفع. طيب احذف احذف الار ار احذفناها الار، ار زيادة، ار زيادة احذف، زياده، ار اقول احذف احذف زيادة ايش نحذف؟ الاي. هذا طيب حضرناه ايوه حط زيادة ار زيادة ار، زيادة ايه؟ زيادة صوص. بعدين او ان تي. او انت موافقينه؟ ايه طيب موافقه، ها موافق. ايه وانت قلت شفت سفيان؟ الحلول ايوه ايوه شوي. راح نشوف. خلاص صح. كيف يا طيب مستر؟ الحين فيرب بوفوار، بوفوار هي نفسها كوغيف. لا بوفوار يعني لو بوفوار، قلنا احنا بوفوار is like je peux، like معناتها if I you know how can I say it wait بوفوار that's mean you can. It's like you can. ايه راه let's see pouvoir. بل هذا ساعدكم في التعديل على pouvoir. ايوه دبل ار. خالد عندك تعديل على pouvoir؟ pouvoirant، هو سيت pouvoirant. خالد انت قلت pouvoirant. ايه دونك بالنسبة للبوفوار شباب، في الفيتور سامبل جو دي جو بوغي، تو الو يا مستر، انا جاوبت صح. بوغا على الحق، il pourra، nous pourrons، vous pourrez et ils pourront. Donc خاد بوفوارون هذه غلط، كيفاش نصلحوها؟ اول شيء شيلها كلها او نكتبها من الجديد. نمسحها، نمسحها جملة واحدة. إبراهيم قال لك ايه هذه امسحها، هذه ما عادش تعود. طيب بعدين تحط ار ار كيف نكتبها ولا لا، ونحط على طول ار ايوه ار؟ اكتب بي بي او يو اها ار ار اها او ان اس. موافقين شباب؟ ايوه موافق انا. وانت سفيان؟ ايوه راه خلاص صح. لو فيرب امبلوي سفيان، احنا شو قلنا اخر مره سفيان؟ لما الفيرب يكون معانا يكون بالايجاد. مش قلنا الايجريك احنا تصير اي، هذا تصير اي هنا. جومبلوايرين، جومبلوايرا، امبلوايرا، نوز امبلوايرون، نوز امبلوايري، اي امبلوايرون. قلنا نحن لما يكون عندي الفيرب بالايجريك دونك تصير Alors, demain, je me verbe peser. Vous chauffez, hâte à dire, c'est chai. Le verbe peser. Donc, qu'est-ce que je dis ici au futur simple? Donc, I have to put l'accent. Donc, je dois mettre en place l'accent. Le E ici, elle sera remplacée par l'accent. لازم الاكسنت. بالضبط. لما يكون عندي فيرب بيزي هو سان فيرب ريغولير، دونك ici qu'est-ce que je mets en place؟ Je mets l'accent. Donc ça devient je pèserai, tu pèseras, il pèsera, nous pèserons, vous pèserez et ils
pèseront Pèseront. avec l'accent, bien évidemment. Donc ici, je dois mettre en place l'accent. أوه غلط يا مستر. لا لحظة، مش لا هي غلط، الثانية، الثانية هذه مش غلط. بيزوري هذه صح، ما إيه؟ يحتاج، هذه صح. الو، أوكي طيب شباب بالله هذه نحفظها. ما دونك اون لو فيرب تمام. الي، لو فيرب الي او فيتور سا ديفيان ايري ايران اورا ايتترا. لو فيرب كورير سي ان فيرب اوسي دو تروازيام جروب، دونك اون دو فير لو رولمون دو ار، سا سكو ان ابل لو رولمون دو ار، يعني وي بوت دبل ار. Pouvoir, نفس الشيء. So we have to put double R. Employé. Donc, quand on a ici un Y, c'est-à-dire un Y, le Y, à la place, au futur, ça devient un I. OK? Donc, il sera remplacé par un I. Et le verbe peser, il y a un autre petit fille, et peser, acheter, etc. Donc, on doit mettre en place l'accent. Est-ce que c'est clair? وي Do you have any question, guys? نو نو ثانك يو. قولوا واضح؟ اي صدقني مين يتمس عندنا؟ مين عندنا؟ عندنا عن عربي حديث بعد هذه، حديث طيب حديث والغياب، حديث. مين عندنا بالله غياب؟ هيثم وعلي هيثم و هيثم اسماعيل وعليا. اي اي اوكي ايوه اوكي يلا حبيبي. Thank you guys. See you next. Goodbye. باي باي مع باي. السلامة. والله مع السلامة. مع السلامة. عجبكم انتم مع هذا الوضع كذا اونلاين خالد؟ الحمد لله. الحمد لله. ها أصل الأسبوع الجاي يعني مسافر، فين مسافر؟ الأسبوع كامل مسافر. بالله إي بروح دبي. الله يوفقك يا حبيبي. وياك. يلا السلام عليكم. الله يحفظك. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.